بسط الأبيض سكونه على الجبال بعدما صدق توقعات الأرصاد، وإن بتأخير يوم ونصف وبحدة أقل للعاصفة التي أصابت رفها لبنان، أي أنها لم تأتي بالفعالية نفسها التي ضربت تركيا والجوار. الثلج تساقط اعتبارا من 600 متر وكان كثيفا فوق 1000 متر، حيث بلغت سماكته 25 سنتيمترا عند مستديرة عشقوت. وكلما اتجهنا صعودا حركة سير أقل وثلوج ساهمت الرياح الباردة في ثباتها على الأشجار وأسلاك الكهرباء، ما تسبب بسقوط بعض الأشجار وأعمدة الكهرباء. إذا ما بتتلج ما عندنا مي، بدون التلج المي مقطوعة، بيبعتوا لنا هي كل يوم ساعتين وهيدي عم نعاني منها بأيام الصيف. فكل ما تلجت الدنيا كل ما إنه الثروة المائية والمي عندنا بالضيعة بتصير أكثر وأكثر. على امتداد الأوتوستراد من عجلتون صعودا إلى عيون السيمان، كانت جرافات وزارة الأشغال العامة تعمل ليل نهار لإبقاء الطريق مفتوحة، لكن الجليد واستمرار تساقط الثلج أثر على حركة السير، حيث التزم المواطنون المنازل واقتصرت الحركة على السيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو الرباعية الدفع. نحن جرافات البلديات عم نأمن الطرقات الجوانية، ولكن وزارة الأشغال هي عم تأمن الخط العام من يسوع الملك للأعالة. وإذا كان سكان الجبال يستمتعون بجرف الثلوج من أمام منازلهم بالرفوش، إلا أن البعض بدأ باعتماد الطرق الحديثة. شو كيف الثلج؟ والله السنة شوي زايد بس كله خير الحمد لله. لو ما تجي هالعواصف وهالرياحات كنا نحن منعاني من قلة المي هون بالجبل. في شوف تساقط الثلج اعتبارا من ارتفاع 700 متر، وانشغل المواطنون بتأمين المازوت للتدفئة والمولدات بعدما انقطع التيار الكهربائي بفعل العواصف، وعلق بعض المواطنين لبعض الوقت في سياراتهم ولا سيما غير المزودة بسلاسل معدنية. في منطقة العرقوب جنوبا وخصوصا في شبع ومحيطها التي ترتفع حوالي 1300 متر، بلغت سماكة الثلوج ما بين 40 إلى 50 سنتيمترا، وجهدت جرافة تابعة لوزارة الأشغال في فتح الطريق الرئيسة التي كانت تقطع بعد وقت قصير بفعل استمرار تساقط الثلج، كما نفق حوالي 30 رأس من الماعز بفعل البرد القارس. العاصفة وإن جاءت سريعة إلا أن نسبة الثلوج فيها كانت لا بأس بها، ورغم ذلك نسبة المتساقطات لا زالت حتى الآن دون المعدل السنوي.